ما بنقدر نخسر الدولة كرمال المقاومة، بس بنقدر نربح اثنين. لبنان ما بيقدر يكون بلا دولة. عم بيخسروا تعاطف الناس، والمشكلة صارت مع كل المجتمعات من كل الاتجاهات والطوائف، حلفاء وخصوم. أنا نبهت ومثل العادة كنت كتير صريح أنه المشكلة صارت عميقة عند قواعد التيار، ولما أنا مبعود مقتنع ببعض الأمور ما بحاول أقنعهم فيها لقواعد التيار، وبيكون جوابي ما تدافعوا عن شيء مش مقتنعين فيه. عم بيحطوا أصدقائهم الصادقين بموقع ما بقى بيقدروا يبرروا، لأنه هن أصلا مش مقتنعين وما عندهم جواب، ولما بنسأل الجواب الوحيد 3 حروف: بري. الناس ما بقى بتميز، بالنسبة لها في ثنائي شيعي وما في فرق بين اثنين، بل في تكافل وتضامن وتوزيع أدوار. الناس ما بيقبلوا يشوفوا خلاف مبدئي حول مفهوم الدولة، ويلاقوا محاولات تغيير موازين وتوازنات ومعادلات وقوانين ودساتير وقضاء بالقوة. مش مقبول انه ننوضع قدام معادلة الاختيار بين الدولة والسلم الاهلي، بين الاصلاح والاستقرار. يعني كل ما بنحكي بالاصلاح بيصير مهدد الاستقرار، والجواب نجونا من الفتنة الشيعية الشيعية. نحن ولا يوم تحججنا بالوحدة المسيحية ولا قلنا محشورين بحدا. نحن عملنا تفاهم مع حزب الله مش مع حركة امل. لما بنكتشف انه الطرف الاخر يلي صار بيقرر مقابلنا بالتفاهم هو حركة امل، بصير من حقنا نعيد النظر. تسألوني وين بيقرر؟ عدوا لحقوني. هيك صار باستقالة حكومة دياب وبتعيين رئيس حكومة جديد، هيك صار بقانون الكابيتال كنترول وبقانون استعادة الاموال، هيك صار بحاكم مصرف لبنان وبالقاضي بيطار، هيك صار بتوقيف الحكومة وشلة، وهيك صار بالمجلس الدستوري وبالطيونة وبتحقيق المرفق، وهيك عم بيصير بكل شيء. مقبول الثنائية الشيعية تصير أحدية بالقرار وتختزل قرار طايفة على حساب مصلحة البلد؟ طب مقبول نادي رؤساء الحكومات بيختزل قرار الطايفة السنية وبيفتي بالدستور على ذوقه؟ هيك صاروا عم بيفكروا زعماء الطايفة الدرزية يعطوا الأولوية لطايفتهم. بس نحن ولا مرة بدينا الوحدة المسيحية على وحدة الوطن. نعتبرها أكيد الوحدة المسيحية ضرورية ومهمة، ولكن من ضمن وحدة الوطن، ومنوقف دايما ضد مشاريع الانعزال والتقوقع والفيدرالية والتقسيم. بس لحد وين؟ منصير طائفيين إذا حكينا باللامركزية؟ ما حدا بحق له يتهم حدا بالطائفية لما بتكون مصالح طائفته على حساب مصالح الوطن. ساعتها كل طائفة بصير عندها مشروعها وبتروح الوحدة. نحن رح نبقى مع لبنان الواحد وضد أي خارج بمس بمصالحه. نحن رح نبقى ضد التنظيمات التكفيرية طالما هي إرهابية، وضد إسرائيل طالما هي محتلة أرضنا ومعتدية علينا ومهددتنا بالتوطين. ولكن نحن ما ممكن نقبل بأي تسلط أو سيطرة على أرضنا أو قرارنا بالمباشر أو بالواسطة، لا من قريب ولا من بعيد. وما منيح أي فريق لبناني يكون حجمه أكبر من حجم بلده. مفهوم ليش الأمريكان بدهم يوضعوا الحزب بالزاوية، بس مش مفهوم ليش هن عم يوضعوا حالهم بالزاوية ويحطوا الناس بظهرهم غصب عنهم. سمعت من كم يوم دبلوماسي عراقي شيعي عم بيقول انه العراق عم بيقوم بمصالحة سعودية ايرانية، لانه العراق كان ارض الخصام هو لازم يتحول ارض للمصالحة. لبنان رسالته انه يكون بلد التفاهمات والحوارات، ليش تحويله لبلد الصراعات؟ خلونا نبقى على خيار السلم الداخلي بدل الفتنة. خلونا كلنا نرجع لروحية الإمام موسى الصدر يلي قال إن الوحدة الوطنية نعيشها اليوم في وفي وفي عدد، وقال وفي تعاوننا
في مجال الوظيفة الرسمية والغير رسمية، ولكن هالوحدة يجب أن لا تعني كما يعتقد البعض ذوبان الجناح المسلم في الجناح المسيحي، أو ذوبان الجناح المسيحي في الجناح المسلم، ولكن أن يظل المسيحي على مسيحيته 100%، ويمد يدا مخلصة إلى أخيه المسلم، وأن يظل المسلم مسلما 100%، ويمد يدا مخلصة إلى أخيه المسيحي، فإن ذلك يكون أجدى وأنفع، ونكون بذلك نعيش الوحدة الوطنية قولا وفعلا. وأنا هلأ بسأل، هل نحن عم نعيش بوحي هالكلام؟ بيقول الإمام الصدر كمان: أما المسيحيون في العالم فهم يعرفون كم هي رائعة وسامية رسالة مسيحيي لبنان، أليس بسببهم سمي بنافذة الحضارة المشرقية المغربية؟ ألم يرحلوا إلى الغرب بأعمق ما في روحانية الشرق، ويعودوا إلى الشرق بأجدى ما في تجارب الغرب؟ مسيحيو العالم يعرفون أن مسيحيي الشرق هم الأمناء على قدسهم العربية. وأنا بسأل، هيك بتحافظوا عليهم وعلى موقفهم من القدس وهن أفضل من عبر عنا بالأمم المتحدة والجامعة العربية؟ أنا ما عم بستجدي عطف، أنا عم بنبه من عواقب هالسياسات يلي رح ندفع كلنا ثمنها، وما حدا بينجى منه. القضية صار بدها حوار عميق، وإلا نحنا ما فينا نكمل هيك. التفاهم بضل جيد ببنوده، ولكن صرنا بحاجة لشي جديد بلبي حاجات اللبنانيين وبرد على مخاوفهم. وإذا ما في استعداد فعلي لهالشي، بيكون القرار هو قراركم أنتم. في رجل دين مشرقي كبير ومحترم وبحبنا، قال زارني وقال لي أنه التفاهم كتر خيره، ضايل 15 سنة بحثوا كيف تطوروه. نحنا ما منطعم ولا منخون، ولكن نحنا ما منتبع إلا لقناعاتنا، والأمور مثل ما هي ماشية بالداخل ما عادت من ضمن قناعاتنا. هلأ في حدا بيقول أنه رئيس التيار عم بيحكي هالكلام كرمال شد العصب الانتخابي، وأنا بدي أحكي بصراحة مثل العادة، وبدي رد بنقطتين. أولاً، نحن عملنا تقديراتنا بقلب التيار، وما رح نربح بهيدا الظرف أصوات انتخابية إضافية إذا فكينا التفاهم، بالعكس يمكن نخسر مصداقية. لكن الموضوع صار عند الناس أبعد بكتير من التفاهم، صار موضوع وجودهم ولقمة عيشهم وحياتهم. تاني شي، نحن عملنا حساباتنا، ومن الطبيعي نكون انتخابيا أقوى إذا تحالفنا مع الحزب، هيدا شي بديهي بالانتخابات، ونحن اتفقنا نحن وياهم على هالموضوع وعلى التحالف، وهيدا الشي أربح وأريح من كل النواحي. ولكن بصراحة بين نربح الانتخابات أو نربح حالنا، نحن منختار حالنا وصدقيتنا وكرامتنا. إن شاء الله نقدر نربح اثنين، الانتخابات وحالنا، وما نخسر اثنين، الحزب والوطن. بصراحة أكثر، التصرف هيك بالحكومة والقضاء والطيونة والمجلس الدستوري والمنتشرين ما بيمرق. خبرية المؤايدة ومسرحية إفشال الحل اللي شفناها بعين التينة، والعرض الأخير المرفوض يلي إجاني آخر دقيقة ما بتمرق. عملية المس بصلاحيات مسائية لرئيس الجمهورية بعهد ميشيل عون ما بتمرق. عملية المس بحقوق المنتشرين بتمثيلهم بنوابهم من ضمن تصحيح التمثيل واستعادة الحقوق يلي بلشناها سوا من 2006 ما بتمرق. التعهد إلنا والنكس فيه ما بيمرق. الاستخفاف فينا بشو منمثل ما بيمرق.
والتعاطي معنا بأقل من شراكة كاملة ما بيمرق. ساعتها أفضلنا نكون وحدنا ولو أضعف، بس بنكون بكرامتنا. ومرة تانية وتالتة ورابعة برجع بقول، بين الطيونة ومرم خايل نحن اخترنا مرم خايل، وقلنا للمسيحيين اختاروا مرم خايل. اوعى الطيونة، اوعى تمشوا ورا مشروع اجرامي اخدكن على حرب جديدة وفتنة تعمل فيكن مثل ما صار باهدن والجبل وشرق صيدا وحرب الشرقية وغيره وغيره. ولكن انتم جريتوا على الطيونة بالرغم من تنبيهنا. ارجعوا على مرم خايل بتلاقونا موجودين، وتذكروا الامام الصدر، ان مسيحيي الشرق هم الامناء على قدسهم العربية. اعزائي اهل اللبنانيين ورفاقي بالتيار، طبيعي طبيعي انه نحترم اي شعور عند اي شخص او مجموعة ولو كان شعور خاطئ، طبعا اذا له اساس. واذا كان هناك اي شعور بالقلق لدى الشيعة نحن بنتفهمه لانه عم نعيشه، ونحن معنيين بتبديده ومعنيين بالدفاع عنهم كالدفاع عن انفسنا اذا تعرضوا لاي خطر. واذا كان هناك اي شعور بالاحباط لدى السنة نحن بنتفهمه لان عشناه، ونحن معنيين بإزالته وبالدفاع المستميت عنه مثل ما عملنا سابقا. ولكن لازم تعرفوا انه نحن عنا دايما شعور بالخطر الوجودي، وهيدا اسوأ شعور لمجموعة كيانية ببلد مثل لبنان، خاصة اذا زاد عليه بهالايام الشعور بالتنكر والتكبر. كلنا معنيين بالدفاع عن بعضنا والاتكال على بعضنا، ما بدنا اختلال اخر بالتوازن بالتمثيل الحقيقي مثل ما صار من 90 لل 2005 عند المسيحيين، وما بنريد تكراره اليوم عند السنة. لذلك تصدينا ومنتصدى لمحاولة الغاء الممثلين الفعليين للسنة، ومنتمنى مشاركتهم بالانتخابات، لانه اصوات السنة مش للبيع لحدا، وزعاماتهم بتكون نابعة منهم او ما بتكون. واجا الوقت ان ننتقل للدولة المدنية ونطلع من الدوامات الطائفية يلي ما بتخلص. تقسيم مش حل، لان لبنان ما بيتقسم، وهيدا معاكس لرسالته ولسبب وجوده. والفيدرالية مش حل، لانه ما ممكن تطبيقها بخمسة وخمسين كانتون مثل بعض الدراسات او لو اقل، ولا هي قادرة تحل مشكلتين أساسيتين عندنا إياهم بالبلد، السياسة الخارجية والنقد الوطني. لهيك طرحنا بتطوير النظام اللي بيرتكز على سبع محاور شرحناهم مرارا وملخصهم: دولة مدنية مع نظام المجلسين من جهة، ولا مركزية موسعة من جهة تانية. أنا بعرف انه طالما في مشاريع تقسيمية وطائفية حولنا بالمنطقة، هالشي بينعكس حكما علينا بلبنان مزيد من تأجيج الصراعات والمذهبيات. من هون نحن بنعتبر انه المشرقية بتقود تلقائيا للانفتاح والتعايش بدل التقوقع والتقسيم، وهيك بتساعدنا على الحل بلبنان. الاطار المشرقي يلي بيضم لبنان وسوريا والعراق والأردن وفلسطين مع مصر كشريكة، بشكل قوة دفع باتجاه الدولة المدنية بلبنان. من هون أهمية وحدة سوريا وانتصارها على الإرهاب وعلى مشاريع التقسيم. ومهمة كتير كمان وحدة العراق. المشرقية باب خلاص إلنا جميعا، وخاصة إذا بلشناها من جانبها الاقتصادي، حتى هي تنهض بمشروع إعادة إعمار سوريا والعراق وتساهم باستنهاض لبنان. وما عاد في إلنا مبرر لعدم زيارة سوريا، زيارة علنية بهالعنوان، إضافة لموضوع إعادة النازحين السوريين لبلدهم، لأنه مؤامرة إبقائهم بلبنان بعدها مستمرة للأسف. وإذا زيارتي بتساعد أنا مستعد ولو قبل الانتخابات. حان الوقت
لنشتغل على ترجمة خيارنا المشرقي من دون المس بأي وحدة من خصوصياتنا ومن دون التعرض لسيادتنا واستقلالنا. حكومة دولة الرئيس حسان دياب أقرت ورقة سياسة للناسحين، ومنطلب من حكومة دولة الرئيس مئات تنفيذها من دون الرضوخ لمطالب بعض المجتمع الدولي. لا يمكن تخفيف العبء الاقتصادي عنا من دون إعادة الناسحين لبلدهم، خاصة إعادة يلي مش ناسحين حقيقيين وهن عم بيتقاضوا أموال من الأمم المتحدة ليبقوا بلبنان، أموال قيمتها أضعاف ما يتقاضوه اللبنانيين من معاشات. نحن من جهتنا كنواب رح نتقدم قريبا باقتراح قانون لتغريم اي عامل سوري عنده بطاقة نزوح، لانه لازم يختار بين وضعية العامل ووضعية النزوح. كذلك هالقانون بيمنع عودة اي نازح سوري من سوريا للبنان اذا كان عنده بطاقة نزوح، لانه بمفهوم القانون الدولي يلي بيعود لبلده مرة واحدة ما بيعتبر نازح، فكيف يلي بيتنقل مرارا روحة رجعة وبعده عم يستفيد من فوائد النزوح؟ بكل الاحوال لو الامم المتحدة والجمعيات واليو ان اتش سي ار بتدفع نفس المبلغ للعائدين كانت اكثرية النازحين بيرجعوا، او على القليل بيختاروا يبقوا كعاملين مش كنازحين، ما فيكون عندهم اثنين. واجب الحكومة تنفذ كل هالسياسات والإجراءات لتشجيع السوريين على العودة الآمنة والكريمة ومن ضمن القانون الدولي ومن دون جبر، ولكن واجب الحكومة كمان أن تجتمع لأمور ضرورية للإصلاح ولمساعدة اللبنانيين اقتصاديا ومعيشيا ولاتخاذ قرارات متعلقة بالانتخابات ومصاريفها وتعيين هيئة الإشراف عليها. عدم إتمام هالأمور بيوحي أنه الحكومة عم تتلكى بإجراء الانتخابات بموعدها الدستوري. توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة بالموعد الصحيح والملائم ب15 أيار هو أمر جيد وضروري ولكن غير كافي. نحن ما منقبل بقاء الحكومة هيك، وطلبنا جلسة مساءلة لها بمجلس النواب، وإذا لازم نطرح الثقة وصولا لمطالبة رئيس وزراء بالاستقالة. ما ممكن نبقى من دون حكومة حتى موعد الانتخابات، وما بيصح إجراء الانتخابات والبلد بهيك حالة تفلت من دون حكومة، وبذات الوقت ما ممكن تأجيل الانتخابات. مش هيك ترك الأمور مثل ما هي هلأ هو تواطؤ على الانتخابات. طيب ما هي الانتخابات يلي انتو بدكن اياها، وهيدي الانتخابات في اتفاق من الكل برا وجوا على تحجيمنا فيها لانه حجمنا الحالي ما مناسب حدا. صحيح ما خلونا، نعم ما خلونا نعمل كتير اشياء مثل تأمين عودة النازحين ومثل الكهرباء والغاز والسدود، مثل الإصلاحات بالموازنة، مثل المصرف المركزي وتغيير حاكمه، مثل التدقيق الجنائي واستعادة الأموال وكشف الحسابات والأملاك، بس نحن كمان ما خليناهم يعملوا كتير أمور كتير إذا بدي عدد هلأ يعني آخرها، مثل التوطين، مثل استكمال سرقة المودعين وخطة تعافي مالي بيسرقوا فيها أملاك الدولة ومرافقها. هيدي النية، انتبهوا. نحن مثل ما نجحنا بتحرير لبنان واستعادة سيادته واستقلاله رح ننجح بتحرير لبنان اقتصاديا وماليا، ونستعيد استقلال اقتصادنا ليكون منتج، ونستعيد ماليته وعملته لحتى ما يكونوا مرهونين لحدا بالديون، ولح نواجه اي وصاية خارجية على قرارنا وماليتنا. طيب هيدي الانتخابات كمان بلشتوها باستهدافنا ب 17 تشرين بتحميلنا المسؤولية واختيارنا سياسيا، صارت معروف القصة، واستكملتوها امبارح
بإلغاء إصلاحات أساسية من قانون الانتخاب مثل الدائرة 16 لنواب الانتشار الستة والبطاقة الممغنطة والميجا سنتر. نحن هون مش رح نتنازل عنهم ورح نبقى نقاتل لما نحصر المنتشرين ب 128 نايب بس بدوائرهم بلبنان ونحرمهم من 6 نواب زيادة بمسلون مباشرة بالانتشار. الحقيقة هي انه الاختيار كان عندهم ل 134 نايب بدل 128، مش ل 6 بدل 128 مثل ما هن شيعوا. كمان نحن رح نكمل نقاتل للميجا سنتر ليقدروا اللبنانيين المقيمين خارج مناطقهم ينتخبوا وين ما بيريدوا، هيك منسهل مشاركتهم ومنحررهم من ضغوط كلفة النقل وضغوط الاقطاع وقوى الامر الواقع. طب ما هيدي الانتخابات كمان يلي منظومة الخارج عم بتأمن رعاية فيها لبعض قوى الداخل من رؤساء لأحزاب لجمعيات المجتمع المدني، وعم بتمولهم وتوجههم أنه الخصم الأوحد هو نحن لأنه الانهيار بسببنا ولا إصلاح للدولة معنا، وصدقوا يا لبنانية أنه نحن سبب خراب لبنان، وكأن نحن عملنا السياسة الاقتصادية والمالية سنة 93، وكأن نحن وضعنا تعرفة الكهرباء يلي سببت الدين وثبتناها سنة 94، وكأن نحن عملنا سندات خزينة بأول التسعينات بأكثر من 40% فايدة وسببت لنا الدين، وكأن نحن عيننا حاكم مصرف لبنان وهلأ عم نثبته بمكانه، وكأن نحن وقفنا خط الغاز ومحطات التغويز ومعمل دار عمار والعدادات الذكية للكهرباء، نحن وقفنا خطة الكهرباء، ونحن وقفنا مراسيم النفط والغاز لعدة سنوات، ونحن اتبهينا بوقف السدود، نحن منعنا الكابيتال كنترول، نحن منعنا القانون استعادة الأموال، ونحن حولنا الأموال للخارج، نحن ونحن منعنا اقرار قانون استعادتهم، ونحن وقفنا قانون كشف حسابات واملاك السياسيين والموظفين يلي نحن قدمناه، ونحن فجرنا المرفق. ليه؟ لانه الرئيس عرف قبل باسبوعين وعطى التوجيهات اللازمه ونسيوا يلي عارفين من 7 سنين وما حدا قرب صوبهم لليوم، قربوا بس على يلي عملوا شغلهم وحبسوهم ظلما. وكأن نحن منعين اقرار الموازنات وقطع الحساب فيها، ونحن متحكمين بالقضاء يلي لما الرئيس بينسب وبينشتم ما بيتحرك وما بيحرك الملفات يلي منقدم له اياها، وكأن نحن متحكمين بالامن والاجهزة كله نحن، والرئيس ما عنده حتى صلاحية يجمع مجلس وزراء ولا ياخد حقه من مجلس دستوري ولا حتى قادر يجبر الناس تجي على الحوار، ونحن مش قادرين نعمل الإصلاحات لأنه مش أكترية ولا حتى جزء من أكترية، بس الحق علينا، هن خلونا بس نحن ما بدنا، نحن ما بدنا كهرباء ولا نفط ولا سدود ولا تغيير الحاكم ولا تضييق جنائي، ولا بدنا دولة ولا استقلالها ولا سيادتها ولا حريتها، ولا بدنا ميساء ولا صيغة، ولا بدنا لبنان رسالة، نحن يلي بدنا لبنان المزرعة، هيدا نحن هيك بدنا. وهن لما بيربحوا الانتخابات بكرة وبصير عندهم الأكترية بين الأحزاب من جهة وثورة السفرات رح يجوا ينزعوا سلاح حزب الله ويشيلوا الرئيس بشار من سوريا ويحرروا مزارع شبعة ويردوا النازحين واللاجئين لسوريا ولفلسطين ويغيروا سياسة المصرف المركزي النقدية ويعملوا حكومة من دون حزب الله من دون بيانة الوزارة المعروف وينتخبوا رئيس جديد للمجلس النيابي مثل لما كان عندهم أكترية من 2005 إلى 2018. هن عملوا كل هول بس نحن جينا بال 2018 بأكتريتنا وخربنا كل شيء منيح عملوه. فيا ناس وعوه ويا تيار انهاض وبلش معركتك وفاجئهم مثل العادة، ذكرهم مين أنت، أنت ما بتنكسر ولا بتركع ولا بتوقف ولا بتتغير، انت ثابت مثل ارز لبنان ومشلش بترابه.
ولو بقيت وحدك بتضلك شامخ وواقف وما بيقدروا يقبعوك شو ما عملوا، لانه قوتك منك وفيك، قوتك من الناس وبتبقى للناس وللبنان. وشكرا وينعاد عليكم.